شرفنا الآن كابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق للحديث عن حراس مرمى مباراة اليوم. نورنا كابتن أحمد. حبيبي يا كابتن، ازي صحتك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ايه الاخبار؟ عين عليك ان شاء الله كابتن. يا رب ان شاء الله. انا وياك كلهم بامر الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يكون يوم سعيد للنادي الاهلي، ان شاء الله نتباشر ونشوف حاجه كويسه. مش هتكلم الاول على غياب الشناوي، طبعا غياب مؤثر جدا. مش مؤثر كحراسه ولكن كقياده، لانه في الملعب هو القائد الاساسي للنادي الاهلي بره وجوه الملعب. اتمنى ان شاء الله التاثير ده ما يعني يقدر يعوض واحد زي معلول، يقدر يعوضه واحد زي كهربا، زي الشحات، الناس اللي عندها قدرات ان هي تتكلم كتير في الملعب، لان دي هتفرق كتير جدا. مصطفى عنده القدرات دي بس ممكن الناس ما تسمعلوش قوي. عشان كده اتمنى ان يعني ان شاء الله يكون في حد يقوم بدور الشناوي ده كقائد في الملعب. ارجع بعد كده للحراسه. لو اتكلمنا على مصطفى، مصطفى اهم ما يميزه الناحيه النفسيه والناحيه الذهنيه، عنده ناحيه ذهنيه عاليه كويسه جدا، بيقدر يركز في احلك المواقف، واعتقد ان قدراته البدنيه هايله جدا. 186 سم طول، بيعرف يلعب برجليه كويس قوي قوي قوي، عنده ثبات انفعالي غير طبيعي، بيعرف يطلع بالكره من تحت، بيلعب برجله اليمين والشمال، ودي يعني قدرات مش موجوده في معظم حراس الدوري المصري. ممكن تلعب بيمينك بس او تلعب بشمالك بس، انما تلعب برجليك الاثنين مش موجوده كتير في الكره المصريه. مصطفى بيعرف يعملها كويس. عنده موجوده في بعض اللعيبه. صح. مش حراس المرمى. عندك حق، دي حقيقه. دي حاجه خفيفه كده واحنا ماشيين. ماشي. لما نيجي نتكلم على القدرات لمصطفى، عنده الشوتينج مميز جدا جدا، تصدي الشوت مميز جدا، عنده التصدي في الانفرادات. يمكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده ودايما بكررها، ان حراس النادي الاهلي عندهم قدرات كويسه جدا في الانفرادات طول عمرنا على كده. صحيح. يعني من زمان قوي يعني. صحيح. فاعتقد دي مدرسة، دي حقيقة. مدرسة، مش أي حد بيعرف يعملها. إمتى تقف وإمتى تجري وإمتى تقف وإمتى تتحرك وإمتى تلعب الراجل اللي قدامك وتهوشه وتروح الناحية التانية، الحاجات دي مش أي حد بتبقى. وإمتى تطمعه وإمتى تخش في الوقت المناسب. بالظبط. طبعًا. فأعتقد دي من القدرات الكويسة اللي عند مصطفى. يمكن كان ينقصه الناحية العرضية شوية، ولكن هو دلوقتي اختلف فيها تمامًا وبقى يتعامل فيها كويس جدًا. أتمنى ما في مشكلة هتواجهنا النهاردة، إن جوناثان بيعمل الكورسات دي كويس قوي، مروان بيعرف يلعب بدماغه كويس، هو وأحمد عاطف، عشان كده لازم نمنع الكورسات إنها تطلع من ناحيه اليمين، ودي هتبقى مسؤوليه محمد هاني، لان هم بيعتمدوا. صحيح. عليها بدرجه كبيره جدا. لازم يبقى في توجيه من مصطفى شوبير لخط الظهر، خاصه ان علي معلول يخش، لان احمد عاطف بيقطع من في ظهر معلول على طول. اذا كان مروان بيروح على القريبه، احمد عاطف هيقطع في ظهر علي معلول، فلازم شوبير يتكلم كتير مع علي عشان يدخله جوه، لان احنا يمكن في البطوله بتاعت كاس العالم خسرنا بهدف زي دون بالظبط في الجون الاولاني اللي دخل فينا في ماتش اوراوا. معلول ما طلعهاش صح، دخلت فينا الهدف الاولاني. ارجع واقول لحضرتك، يمكن لازم مصطفى يكون مركز في الشوتينج. عندهم عبد الكبير الوادي بيخش وبيشوط كويس جدا. غنام عندهم الغنام، كنت لسه غنام بيشوط كويس جدا. احمد عاطف من الحركه بيشوط الكره تحت رجليه، ودي مش اي حد عنده القدرات دي، فلازم مصطفى يكون محضر نفسه كويس جدا. ان شاء الله اتمنى له مباراه جيده، واتوقع انه يطلع من نجوم المباراه النهارده، لان هو زي ما قلت لحضرتك اهم حاجه عنده القدرات الذهنيه، ودي احسن حاجه فيها. صحيح. مصطفى. نروح الناحيه الثانيه، محمود عبد الرحيم جنش، حارس خبره عنده 36 سنه، لعب للاولمبي 3 سنين من 2008 ل 2011، من 2011 ل 2021 في نادي الزمالك، طلع معار السنه اللي فاتت لفيوتشر، والنهارده والسنه دي جدد الاعاره بتاعته. حارس يعتبر حجر الزاويه بالنسبه لفرقه فيوتشر، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي في الناحيه الدفاعيه. صح. عندهم اعتماد كلي عليه، ان هم عايزين ياخروا الجيم عشان يوصلوا ضربات الجزاء. مزبوط. لانه مميز زي ما قلت لمصطفى انه عنده قدرات ذهنيه عاليه، جنش عنده قدرات ذهنيه عاليه جدا برضو، بيقدر يطلع اللي قدامه بره الجيم. فمش عايزين نوصل للمرحله دي، انما في بقى من الايجابيات كتير جدا، الا وهي الاجابات للاهلي ان شاء الله. يعني الا وهي في الشوتينج، على طول الكره بتقع منه، لازم يكون في فولو، ودي مهمه جدا يتاكد على الاسترايكرز في النادي الاهلي. صح. لازم يكون في فولو كتير لانه الكره بتقع منه. وخلي بالك في اوقات كتيره كابتن احمد يبقى عنده حته عدم التفاهم بينه وبين قلبي الدفاع. كنت لسه اقول لحضرتك دلوقتي كل... لا والله العظيم صح، ده حقك. بس هو مشكلته ان هو بيخرج متسرع. مظبوط. فلما ما بيتكلمش. صح. بيخلي السردباكات تطلع معاه. مزبوط. فالكره بتقع منهم كتير. مزبوط. من هما الاثنين، فاحنا ممكن ناخد من يعني او كهربا تحديدا ان شاء الله ربنا هيحالفه التوفيق النهارده، لان الكره هتقع من ايد جنش وهيكمل وهيجيب ان شاء الله، او السردباكين هيحصل بين لخبطه بين السردباكين وجنش. عنده مشكله في الكروسات اللي جايه من ناحيه الشمال اللي هي بتاعت علي معلول، من ناحيه الليفت بتاعنا. من الناحيه اليمين بيعرف يتحرك كويس قوي برجليه، وبيعرف يطلع ويركب الكره كويس. انما الناحيه الشمال دي تبقى عنده نقص شويه، فدي لازم نركز عليها. الشوتنج في الضيقه
يمكن دخل فيه جون في في في, في ماتش سيراميكا اللي هو قبل كاس قبل كاس السوبر ده على طول. محمد شكري من على خط المرمى بيعمل بالعرض في الدقيقة. دخلت في الدقيقه صح. فلازم نركز على الحته دي. هو عنده حسن توقع. حسن توقع كويس جدا وبيعرف يلعب اللي قدامه في الانفرادات. بيلعب دي بقى اللي انا لسه بقول لحضرتك عليه. بيلعب اللي جاي له في الانفرادات كويس جدا. فلازم اللي رايح له ياخد قرار واحد ما يبصش يعني. هو ياخد قرار واحد في الدقيقه يحط في البعيد هيحط المهم يحط. بس الاسهل بالنسبه لجنش تحديدا حط له في الدقيقه عند رجله الشمال ده 100% ان شاء الله يبقى هدف. يمكن من مساوئه زي ما قلنا الناحيه في الشوتنج الكره بتاع منه الكروسات بيعرف يتعامل من ناحيه الشمال من ناحيه اليمين. الانفرادات يا ريت وانت رايح له تلعب من بعيد لان جسمه طويل وبيعرف زي ما بقول لحضرتك تلعب بيعرف يلاعب الراجل اللي جاي عليه انفراد. اتمنى ان شاء الله التوفيق وما نوصلش لضربات الجزاء ونخلص الجيم في ال 90 ان شاء الله باذن الله. ربنا بامر الله بامر الله. شكرا كابتن احمد نورتنا وشرفتنا ولينا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله على خير بامر الله يا رب ان شاء الله.